بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو جديد عن طريق تشغيل ازاي تشغل تطبيقات الموبايل على الكمبيوتر. الطريقة سهلة جدا. احنا بنقدر نعمل كده من خلال تطبيق او برنامج اسمه بلو ستيكس. دي الايقونة بتاعته، هحط لكم في الروابط اللينك بتاعه، تقدر بكل سهولة تشغله. لو انا فتحته كده اكدني فتحت موبايل عندي على الجهاز، اقدر اشغل اي تطبيق او اي حاجة انا عايزها، زي تطبيقات المباريات، زي تطبيقات الواتساب، زي انستجرام، اي حاجة خاصة بالموبايل اقدر اشغلها بسهولة على الكمبيوتر بدون اي مشكلة ولا بدون اي ازعاج. كده لما اجي افتح البرنامج اهو كده اكني على ديسكتوب موبايل او على سطح او على خلفية موبايل، انا بقدر اشغل برنامج بس المباريات زي الاسطورة وياسين تي في. اقدر اجيب اي برنامج او اي لعبة من جوجل بلاي بسهولة جدا، العاب او تطبيقات يعني تيك توك، امازون برايم، اي حاجة انا عايز اعملها، العاب اهو بابجي مثلا، اي حاجة انا محتاج اشغلها على الموبايل. مجرد ان انا مثلا بدوس كده وادوس تثبيت، او هو احيانا هو في الاول بيطلب مني اليوزر نيم والباسورد الخاص بال باب ستور او جوجل ستور اسف. بسهولة جدا نقدر ننزله، ويعني لو جيت كده وجوجل بلاي اهو، ولو جيت كده هتلاقي مسجل دخول زي اكنه موبايل بالظبط. ولو دخلت جوه يعني اداره الاجهزه والتطبيقات هتلاقيه هو مسجل عندي التسجيل دخول اكنه موبايل مش اكنه جهاز كمبيوتر. دي البرامج عادي اهي اللي هي متسطبه، برامج موبايل مش برامج كمبيوتر. بس هو ده باختصارا كده، انا من خلاله بقدر اشغل برامج زي الاسطورة وزي ياسين تي في على الاسطورة بسهولة جدا. اقدر اشغل اي بس مباريات، اقدر اشغل ياسين تي في، اي حاجة خاصة بالموبايل اقدر اشغلها بسهولة على هذا النظام. هو اسمه بلو ستيكس اب بلاير. كل البس حتى ده برنامج بث مباشر للمباريات برضو بيشتغل معايا عادي، بتسجل دخول وكمل مفيش اي مشكلة خالص. بس هو ده اختصارا كده، الفيديو سريع كده ازاي تشغل تطبيقات الموبايل على الكمبيوتر بدون مشاكل، بدون ازعاج، بدون اي حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله.